خليني برضو اقول لحضراتكم انا بحب اتابع قبل اي حدث كبير ردود الافعال على السوشيال ميديا، وجانب كبير جدا بقى انقل لحضراتكم الصوره، جانب كبير جدا من جمهورنا يعني كان بيتكلم عن اداء الفريق في مسابقه كاس الرابطه، والبعض كان بيطرح تساؤل كده احنا عايزين ايه اصلا الفتره اللي جايه. اعتقد كان في شبه اجماع على السؤال ده، هو فكره هنا عمليه الروتيشن اللي بيعملها حاليا الجهاز الفني، واعتقد ان هي اكثر من رائعه، بتعمل روتيشن مع كل اللعيبه لعيبه الفريق، خصوصا لما بتتكلم عن عناصر كمان شبابيه دخلت الفريق، وبتتكلم ماتش الجونه والاسماعيلي تحديدا، ومش دخلوا خلاص، لا دول حققوا فعلا يعني اداء محترم جدا ونال احترام جميع المشاهدين، فحاجه تحسب فعلا للفريق. محتاجين كمان نوصل لكامل الاستفاده في المباريات الثلاثه المتبقيه، زي ما حضراتكم عارفين عندنا المقاولون وسموحه والبنك الاهلي. وهكرر كلامي تاني، اعتقد اللي انا قلته امبارح انا وكريم برضو، مش شرط يكون الهدف هو الفوز بالبطوله، طبعا احنا كجماهير الاهلي نبقى عايزين نفوز بالبطوله، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتبقى عايز يعني تروح لما بعد ذلك، انت بتتكلم عن مخزون استراتيجي من اللاعبين، وقلنا الكلام ده قبل كده، اللي جاهزين للمنافسات القويه جدا، مش بس حتى ماتشات وديه، لا خشوا بطولات ممكن ان هو يشارك فيها، بتتكلم عن الدوري، دوري ابطال افريقيا، وكمان كاس العالم للانديه، فحاجه فعلا كانت محترمه جدا ومشهد يليق فعلا بالنادي الاهلي.